مرحبا واهلا فيكم في فيديو جديد على قناة. انا كثير متحمسة عشان اعمل لكم هذا الفيديو لاني راح بحقق لكم واحد من احلامكم المتعلقة في كوريا. يمكن راح تكونوا شفتوا من العنوان كمان من الصورة انه اليوم راح اخليكم تجربوا مذاق البانانا ميلك. البانانا ميلك، ومين ما يعرف البانانا ميلك؟ كل محبي كوريا والدرامات خصوصا بيعرفوا البانانا ميلك، وهذا كان احد احلامي اني اجربه لما اجي على كوريا. فاول ما وصلت على كوريا بساعات قليلة كنا رايحين على البيت، وقفنا في استراحة الا اروح ادور على البانانا ميلك، فهو كان اول شيء، اول مشروب شربته في كوريا كان البانانا ميلك، واكلت معاه كعك السمك. المهم اليوم راح اخليكم انتم كمان تجربوه، وراح تقولوا في بالكم اني راح اخذ موز واخلطه مع حليب. ما حذرته ابدا، الخلطه كثير عجيبه ومتكونه من ثلاث مكونات فقط. يلا 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 على طول نروح نشوف. ما بدي احرق عليكم، المهم انا تحمست، انت تحمستوا كمان. يلا نروح للمختبر نسوي البانانا ميلك. لحظة، قبل ما نروح يمكن تسألوا كم ثمن البانانا ميلك، فبقولكم هذا تقريبا 1000 ون، يعني 1 دولار، وهذه بأربعة مشتريها ب 400، و 600 ون يعني 4 دولار او اقل. هاي رجعت لكم ومعنا ضيف كمان، راح يشاهد معنا الوصفة. كنت راح باخذكم معي للمختبر اللي هو المطبخ، بس حسيت انه الاضاءة افضل هنا فجبت المختبر على هنا. فالمكونات اللي راح نحتاج: صفار، بيضة، كأس حليب كبير، وثلاث ملاعق سكر وبس. اول شيء راح نفصل الصفار عن البياض. يا ربي ما نتفشل. ما شفتوا شيء، نزل البيض بالطاولة. البيضة هذا راح عندنا لون البانانا ميلك. راح افتح لكم وراح اخليكم كمان تشوفوا الفرق. اخر شيء راح بنضيف السكر 3 ملاعق. طعمه نفس طعم البانانا ميلك. هلا راح بفرغ البانانا ميلك في كاس كمان او شي شفاف عشان تشوف. رجعت لكم لحظه، جبت اناء ثاني وراح اسكب فيه البانانا ميلك. لون البانانا ميلك شوي اعمق يعني على حسب لون صفار البيض.
بعيد فعلا ما بيبين الفرق. هلا خلينا نتذوق. كيف رح اتذوق؟ رح اتذوق هيك. خلينا اجرب البانانا ميلك اول شيء. واو والله يا بنات هذا طعم البانانا ميلك فعليا. بصراحة هذه الوصفة حصلتها من فيديو كان تريندي في كوريا، بحيث انه كان شخص يصنع هذه الوصفة ويحطها في هذا القالب هذا والكنينة هذه ويعطيها لصديقه بدون ما يقوله، فيعطيها لصديقه يخليه يجربها، والصديق هذا ما يعرف يعني الفرق ما بين الوصفة الحقيقية وما بين الوصفة اللي عملها. فلهيك قلت خليني اجرب معاكم، لانه تخيلوا هالقد المذاق الوصفة هذه قريب للوصفة الحقيقية، بحيث ان صديقه هذا اصلا ما عارف المذاق، وفعلا فعلا مذاقه يشبه البانانا ميلك، هو فعليا مذاق البانانا ميلك هذا هو. اوكي فهلا صار فيكم تجربوا طعم البانانا ميلك وتكونوا حققتوا واحد من احلامكم بدون ما تجوا فعليا على كوريا. فيا هذا كان كل شيء بالنسبه لفيديو اليوم، كان فيديو كثير سريع، ما حبيت احرمكم من الوصفه هذه. المهم لا تنسوني من اللايكات لهذا الفيديو، وارسلوا لاصحابكم كمان، خليوا اصحابكم اللي يحبوا كوريا خليهم كمان يجربوا طعم البانانا ميلك. كمان حخليكم انستغرامي هنا، اللي جربته او اللي جربوا يرسل لي يقول لي كيف الطعم، هل هو كان مثل ما هو متوقع ومثل ما هو متخيل في خياله، هل هو يعني قد توقعاته. ويا اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. مع السلامة. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.